السلام عليكم، معكم محامي عبد الله مرزوق. البعض يتساءل ليش في بعض المشاريع، خصوصا المشاريع الكبيرة مثل جامعة الشدادية أو مطار الكويت الجديد، يكون هنالك حرائق، تبقى حرائق وراء بعض كأنها مفتعلة. للأسف بعض المقاولين يلجأ إلى عمل هذه الحرائق. ليش؟ لأن المادة 198 من قانون المدني تقول إن في حالة القوة القاهرة، اللي مثلا الزلازل، البراكين، الحرائق، ما يتحمل المتعاقد قيمة الخسائر، قيمة خسائر هذا الحريق. فلما يكون هنالك حريق في المنشأة أو المكان المتعاقد عليه، الشركة ما تتحمل الخسائر من هذا الحريق، وبالتالي تلجأ إلى طلب الأوامر التغييرية لإصلاح ما تم إتلافه من قبل الحريق، وبالتالي تحصل على أموال وتحصل على وقت بنفس الوقت، لأنها تعرف إذا راحت للمحكمة، المحكمة أو الوزارة راحت مع الشركة للمحكمة، تعرف أن المحكمة ما راح تلزم الشركة بدفع قيمة هذا الحريق، لأن هذا الحريق يعتبر من القوة القاهرة حسب قانون المدني الكويتي. لذلك بعض الشركات تلجأ إلى حريق متعمد لأمرين: الأمر الأول أن يكون هنالك أوامر تغييرية، وكل أمر تغييري طبعا بفلوس، وأيضا يكون هنالك كسب لمزيد من الوقت لإنجاز هذا العمل.